السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم أن تتخيلوا أن أبني القرود حق القرية يقول لك الشوا بن عدو في شبوة بن عدو في شبوة في خلال 3 سنين قام بزفلة 313 كيلو، بينما في 28 سنة ما تم زفلته في آخر 28 سنة في شبوة ما يتجاوزش 280، وبن عدو في 3 سنين زفلت 313، أي أكثر من الذي تم في 28 سنة. هذا أولا. ثانيا، بن عدو قام بإيصال التيار الكهربائي لأغلب القرى في شبوه الذي ما عمرهم شافوا كهرباء ولا عمرهم وصلت لهم كهرباء، وصلها بن عدو. ثالثا، بن عدو في 3 سنين قام بالتوقيع على 105 مشروع، منهم جسور منهم طرق، 105، وتنفذ منهم 98%. هذا على الصعيد التنموي. عاد باقي جلب المستثمرين والاستثمارات الذي ما قد دخلت شبوة، ولا كان المستثمرين يرضوا يدخلوا شبوة. هذا على الصعيد التنموي. على الصعيد العسكري، قام بطرد ميليشيات الإمارات من داخل شبوة وخلى شبوة آمنة. بعدها منع القوات الإماراتية أنها تتنقل داخل شبوة بدون تصريح، ما تمر من النقاط إلا بتصريح. طبعا أيام النخبة كان القوات الإماراتية يمروا على النقاط حق النخبة يفحطوا يدعسوهم دعس. كانوا جاء بن عدو قال لهم ممنوع، ففرض هيبة الدولة ويعني إعطاء كرامة للعسكري أو الجندي اللي واقف في النقطة. زي يعني جنودنا مش الخاص زي جنود النخبة. فهذا ما قام به بن عدو. ويجي لك واحد من حق القرية، يا بني مو عمل ما عمل بن عدو حق الذي هم مسكوا عدن وهي مدينة وحولوها إلى قرية، بينما بن عدي ومسك شبوة وهي قرية وحولها إلى مدينة، مسك قرى شبوة وحولها إلى مدن، وهذولا مسكوا عدن وحولوها إلى قرية. وعاد هي جيت فلسف على بن عدي وما يستحوش. يعني هذا ما بالجعربنا ما ندري منين يعني يجولنا. لا حول ولا قوة إلا بالله.